تتبع لأهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية. صباح الشباب، صباح الشباب يضعكم في قلب الحدث مع الحدث. أهلا بكم مستمعينا، صباحكم كل الخير، ونحن معكم طبعا نتفاعل مع الأحداث العالمية. الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية، ينضم لنا في هذه الدقائق. دكتور مسلم، صباح الخير. صباح الخير اختي سهى، احب اصبح عليك وعلى الساده والسيدات المستمعين لاذاعه شباب سلطنه عمان. اهلا وسهلا، يا مرحبا دكتور. واذا يعني الاحتفال بمناسبه اليوم العالمي لمتلازمه داون، اليوم 21 مارس كما اقرته الامم المتحده طبعا في ضمن يعني او من ضمن الايام العالميه المهمه. نريد ان نقترب اكثر من متلازمه داون دكتور. كيف من الممكن أنه إحنا نعرف ما نعني بمتلازمة داون يعني بشكل مبسط؟ نعم، حقيقة في ديسمبر عام 2011 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرار يوم عالمي للاحتفال بأطفال متلازمة داون، وحددته في 21 مارس، وابتدأ الاحتفال في 2012. في كل عام يكون هناك عنوان مخصص لهذه الاحتفالية. دعونا نستعرض متلازمة داون. هي مرض وراثي يعتبر من أشهر الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى حدوث درجات مختلفة من التأخر الذهني، وهي تنتج من زيادة في عدد الكروموسومات في الموقع رقم 21. إحنا بالعادة يكون عدد الكروموسومات 46، في متلازمة داون يصل إلى 47 في الموقع 21، وبالتالي الزيادة في هذه الكروموسومات، زيادة كروموسوم واحد يؤدي إلى زيادة في جرعة الجينات، من ثم تنتج الأعراض المعروفة عن متلازمة داون. حقيقة اختيار يوم 21 مارس يرتبط بهذا التعريف الذي سبق. ف21 تعني الكروموسوم رقم 21، ومارس اللي هو شهر 3 يعني يؤدي بدل ما يكون معي زوج من الكروموسومات يكون معي 3 كروموسومات. من هنا أتى 21/3. نعم. في كل عام يكون هناك عنوان مخصص يتم الاحتفال به في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم. اختير هذا العام عنوان أصدقائي ومجتمعي، فوائد البيئة الشاملة لأطفال اليوم وكبار الغد. نعم. إذن يعني هذا العنوان أيضا في مضامين كثير مهمة دكتور الذي تم اختياره. يعني نحن في هذا العنوان يعني نرى مسألة أهمية الدعم من قبل المجتمع، من قبل الأصدقاء، ومن قبل كل من يحيط بأطفال متلازمة داون. هم يحتاجوا للدعم من أجل بالفعل أنه يتفاعلوا مع مجتمعهم. إلى أي درجة يعني نتساءل دكتور، إلى أي درجة من الممكن بالفعل أنه أطفال متلازمة داون أن يكونوا في وضع طبيعي على الأقل يعني في تفاعلهم مع الحياة، مع يومهم، مع الاحتياجات اليومية، مع تكوين يعني شخصياتهم، تكوين ذواتهم؟ صحيح. هو حقيقة يعني في الأمراض الوراثية عندما يحدث الخلل في الوقت الراهن لا يوجد يعني علاج يعني يزيح هذا الخلل ويعيد الأمور لطبيعتها، ولكن هناك عوامل متعددة تصحب ذلك من أجل رفع جودة الحياة للطفل المصاب. بالنسبة للأطفال المتلازمة داون، احنا دائما نركز على المحيط اللي حول طفل متلازمة داون. طبعا المحيط هذا يشمل الأجهزة الصحية والمؤسسات الصحية، واحد يشمل الأسرة، يشمل المجتمعات العمل المدني في تقديم الدعم مثل يعني الدعم الاجتماعي سواء الدعم الصحي، فهي منظومة متكاملة. بالنظر إلى تجارب أو متابعة حالات متلازمة داون التي تميزت، احنا نعرف أن أحد الصفات الرئيسية لطفل متلازمة داون أن يكون عنده تأخر ذهني بنسب متفاوتة. لكن لوحظ أن بعض أطفال متلازمة داون يصلون إلى مستوى كبير من الأداء الذهني حقيقة، مما يستدعي البحث عما يدور أو ما سبب ذلك. فوجد أن التعاون الأسري والتعاون المجتمعي والأصدقاء المماثلين هم في النهاية اللي أدوا إلى ارتفاع هذه النسبة، فأصبح طفل متلازمة داون حقيقة عضو فاعل ومنتج في مجتمعه. في حالة ما ترك الطفل بدون ما يكون حول هذا المحيط راح تسوء الحالة أكثر فأكثر. فأطفال متلازمة داون يعني أظهروا امتيازات كثيرة إذا تم إحاطتهم بهذا التنوع المجتمعي الذي ينصب في النهاية من ناحية إيجابية لنموهم ورفع جودة الحياة بالنسبة للأطفال المصابين. يعني هذه بارقة أمل مهمة جدا للأسر، أنه
كل ما كان الاهتمام أكبر بطفل متلازمة داون، كل ما كانت هناك الفرصة أكبر أن نجعل هؤلاء الأطفال يعيشون حياة يعني جميلة، حالهم حال أقرانهم، يعني يستطيعوا أن يستمتعوا بحياتهم. بلا شك. ومن هنا اقترحت ما يسمى بفصول الدمج لمتلازمة داون. ربما في المرحلة الحالية نحن لم نصل لهذه المرحلة، ولكن في بعض الدول حقيقة يعني أقرت هذه العملية وأثبتت نجاحات كبيرة. مما يعني اللي يميز متلازمة داون، سابقا كانت تعرف منطقة محددة في كروموسوم 21 هي تحمل عدد هذه الجينات الذي قد يصل إلى 50 جين، هي مسؤولة عن هذه الظاهرة. لكن مع مرور الوقت وجد في حالات متلازمة داون تتميز بتعاطي ذهني أكبر، وبالتالي تم البحث وتوظيف الوراثة الجزيئية، فاكتشف أن هناك جزء آخر من الكروموسوم غير الجزء المعروف الذي قد يشبه هذه الظاهرة. وهذا الجزء إذا كان هو المسبب لها فحدة التأخر الذهني تكون أقل بكثير. ومن هنا إذا ترك هذه النوعية من الأطفال باعتبار أنهم يحملون الصفات الخارجية لمتلازمة داون من غير تدخل خارجي اللي ذكرنا سابقا راح تسوء حالتهم. فنسبة كثيرة من أطفال متلازمة داون لو توفرت لهم هذه البيئة يعني يكونوا أطفال منتجين، منهم حقيقة يعني ناس وصلوا لحد الشهرة. نعم. في مجال الإعلام بالفعل، يعني هذا يمكن ما ذكرناه صباحا أنه في هناك يعني أصبح ناس شهيرة جدا من أطفال متلازمة داون دخلوا مجال التمثيل والأفلام، ودخلوا مجال أيضا التقديم التلفزيوني، وفي بعضهم دخلوا مجال عرض الأزياء. يعني في 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 يعني في في إبداع رائع جدا. طيب دكتور، الحين يعني نحن ذكرت أنه هذا موضوع لا يمكن إزاحته يعني، ولكن يمكن التفاعل معه وتدعيم كل عناصر القوة لأطفال متلازمة داون بحيث يصبحوا أطفال منتجين في المستقبل. نتساءل لماذا يحصل هذا الخلل الجيني؟ يعني ما الذي يؤدي إلى ذلك؟ هو حقيقة يعني عادة تنقسم الخلايا عند الأم والأب لإعطاء النصف، يعني هذه طبيعة التكون الجنيني. نعم. في موقع 21 لا يتم فصل هذه الكروموسومات، يعني بمعنى آخر أن الكروموسوم 21 يكتسب الإنسان نسخة من الأب ونسخة من الأم. فالمفروض أنه يكتسب نسخة واحدة فقط من الأم ونسخة واحدة فقط من الأب. أحيانا يحصل أن لا تنقسم الخلية بشكل متساوي فيكتسب نسختين، وتنضم إليه النسخة الثالثة فيصير هناك ثلاث نسخ بينما المفروض يكون نسختين. طيب الأسباب حقيقة يعني ظاهريا ارتبطت بعمر الأم، أي كلما تقدم عمر الأم كلما كانت احتمالها أكبر، ولكن أكثر من 80% من الحالات ولدت لأمهات هم أقل من 35 سنة. نعم. يعني بمعنى آخر من تجاربي الشخصية، لأننا المسؤول عن عيادة متلازمة داون في السلطنة، هناك حالات بين 20 إلى 21 سنة عمر الأم. فما زال عمر الأم حقيقة يشكل فارق، ولكن مع تطور الوراثة الجزيئية اكتشفت جينات مسببة لعدم الانفصال، وهذه الجينات عددها 5 إلى 10. لو تم التعرف عليها من الممكن التعامل مستقبلا، وهو ما يفتح بوادر أمل إن شاء الله لمنع حدوث هذه الظاهرة. نعم إن شاء الله. طيب دكتور، يعني هناك أيضا الآن العلم يتطور أنه ممكن يكون في منع لهذه الظاهرة حقيقة بتحديد هذه الجينات، وبتحديد الأمهات اللواتي يحملن هذه الصفة أو يحملن هذا العطب الجيني، من الممكن التعامل يعني وراثيا مع هذا الموضوع. هناك تجارب كذلك للعلاج الجيني تجرى حاليا، لكن لم تنشر بشكل عالمي، بس تجرى حاليا وحقيقة أبدت نتائج مشجعة. نعم. طيب دكتور، البعض مثلا يتخوف من مسألة الوراثة، يعني أحيانا بعض الأسر يكون عندهم طفل من أطفال متلازمة داون، وتلاحظ في ذات الأسرة نفسها أنه في أحد يعني من الأسرة أيضا عنده طفل متلازمة داون أو أطفال متلازمة داون، فالبعض يعني يشير أيضا أنه هي المسألة وراثية، والبعض يبدأ يتخوف حتى في مسألة الزواج والإنجاب لاحقا، أنه في فرصة أني أنا مثلا أنجب طفل متلازمة داون. صحيح. هو المفهوم اللي ذكرتيه اختصارا لا ينطبق على متلازمة داون، بمعنى لا توجد هذه السلسلة التوارثية في متلازمة داون كالتي تنطبق على أمراض الخلل الجيني الواحد التي نعرفها مثل أمراض الدم الوراثي وغيرها.
لكن العائلة التي يولد لديها طفل مصاب بمتلازمة داون ترتفع النسبة في أو احتمالية ولادة طفل آخر في نفس العائلة. العائلة أقصد الزوج والزوجة يعني. نعم. إلى 1.5%. بينما جميع الولادات هي تتراوح بنفس النسبة اللي هي 1%. فالمفهوم التوارثي المرضي اللي ذكرتيه أختي سوى لا ينطبق على متلازمة داون. إذا هذا ليس مفهوما دقيقا يعني، أو دعنا نقول ليس الحديث هذا ليس دقيقا. المسألة ليست متعلقة بالوراثة بالدرجة الأولى يعني. صحيح. نعم. فبالتالي احنا حابين بالفعل نصحح كذلك يعني، او نؤكد على بعض المفاهيم العلمية الدقيقة او بعض المواضيع، انه الوراثة لا تلعب هنا يعني دور مثل الامراض الاخرى اللي نتكلم عنها يعني. نعم. فبالتالي يعني لا داعي للخوف يعني. البعض حتى يمكن يعني تصبح المسألة أنه تتعلق حتى بمستقبل الأشخاص، أنه لا ينجبوا أو لا يتزوجوا إذا كانوا من نفس الأسرة وغيره. هو حقيقة هذا التخوف موجود، ولذلك استلزم الأمر لزيادة عدد الحالات، استلزم على أن يكون في عيادة متخصصة في المركز الوطني للصحة الوراثية، وكذلك هناك بروتوكول وضعته وزارة الصحة، بروتوكول خاص بالتعامل مع طفل متلازمة داون من اليوم الأول وحتى سن 18 سنة. لأن المعروف أن أطفال متلازمة داون معرضين لتعقيدات أخرى في أعضاء أخرى، يعني مثلا قد يحدث معهم نقص في الغدة الدرقية، قد يحدث معهم تشوهات قلبية، أو قد يحدث معهم مثلا تشوهات في الأمعاء وهكذا. وبالتالي إذا تم اكتشافها مبكرا يتم التعامل معها بسهولة يعني وإبعاد هذه التعقيدات. من ضمن هذه يعني الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة كذلك تدريب الأطباء على استخدام هذا البروتوكول. جميل. التخوف من 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 توارث الصفة المرضية الوراثية بالنسبة لمتلازمة داون احنا شرحناه لا تنطبق عليها هذه الصفة الوراثية، وبالتالي لا أرى هناك داعي للخوف. حتى الأسرة التي لديها طفل مصاب فالنسبة ترتفع بنسبة 0.5%، يعني كأن مثل أي حالة أخرى، وبالتالي لا أعتقد يعني نصف بالمئة ليست تلك النسبة بالفعل اللي ممكن يعني الأمراض الأخرى أيضا معرضين لها. بالضبط. طيب صحيح. دكتور صحيح. رغم يعني صعوبة ما سأقول، ولكن أيضا يجب أنه ندقق في بعض كيف نفهم نحن متلازمة داون، أو كيف نستوعبها، أو كيف تصلنا. البعض يقول أنه أطفال متلازمة داون بسبب أنهم من متلازمة داون والأعمار بيد الله تكون أعمارهم أو مستوى العمر ومستوى الحياة أقصر من المستوى الشخص الطبيعي. إلى أي درجة هذا الشيء دقيق دكتور؟ هو اختصها هم يعني يعتمد على التعقيدات المصاحبة التي ولد بها هذا الطفل. نعم. يعني مثلا لو التعقيد الأشهر اللي هو طبعا حدوث خلل في القلب، سواء فتحات بين الأذينين والبطين أو بين الشرايين، أو خلل في الأمعاء، وبالتالي التعقيدات هذه هي اللي راح يعني تفرض أو تبين المستوى العمري. لكن من المعروف أن يعني متلازمة داون يصل إلى حد 75 سنة من العمر، يعني هذه حالات مقيدة، ولا أعتقد أن هذا ينطبق على أو قصر العمر ينطبق على متلازمة داون. نعم. إذا يعني هذه فقط أحيانا أشياء تنتشر في المجتمع، ونقول صحيح. فقط للتأكيد أنه أطفال متلازمة داون كلما تم يعني إحاطتهم بالرعاية والعناية والاهتمام، كلما أعطيناهم مساحة أكبر بأن يعيشوا حياة طبيعية وحياة سعيدة، يستمتعون بالأنشطة ويستطيعون أن يكونوا منتجين وهم محاطين بكل هذه الرعاية إن شاء الله. تحية لكم دكتور، تحية لكل جهودكم في المركز الوطني للصحة الوراثية، تحية لك يعني، ووجود طبعا عيادة متلازمة داون والبروتوكول الذي أيضا نظمته وزارة الصحة المستشفى السلطاني تحديدا للتعامل مع أطفال متلازمة داون. شكرا أختي سهى، وأحب أنوه أن اليوم بإذن الله تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد سيتم افتتاح مقر جمعية العمانية لمتلازمة داون في هذا اليوم، انطلاقا أو تزامنا مع هذه الاحتفالية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. تحية شكر. تحية شكر دكتور، شكرا جزيلا. إذا فلنهيئ كل يعني ما نستطيع من أجل الأطفال متلازمة داون. صباحكم خير وأجواءكم جميلة. كان معنا طبعا الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية. مع الحدث.
تتبع لأهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية. صباح الشباب، صباح الشباب، يضعكم في قلب الحدث. تتبع لأهم الأحداث.